وصفة النهاردة وصفة فطار حلوة جدا لذيذة من باب التغيير، بوصفة بسيطة قوي وطعمها جميل، حلوة قوي للكيتو وكمان الأكل الصحي، وكل أفراد الأسرة هتعجبهم قوي. يلا شوفي معايا الفيديو إن شاء الله تعجبك الوصفة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ وحشيني كتير جدا، وشكرا لكل حبايبي اللي شاركوني في حزني على والدتي، ومش عارفه اقول لكم ايه. ربنا يخليكم ليا ودايما كده جنبي، وبجد يعني كميه تعليقات كتيره جدا جات لي تعزيه لوالدتي، ربنا يرحمها ويغفر لها ويسامحها. وانا بقى حبيت ان انا استعيد تاني قوتي وابتدي ارجع تاني احاول اعمل فيديوهات عشان اتواصل معاكم، وعشان ربنا يلهمني الصبر كده. وزي ما هي كانت حابة ودايما تقولي ان شاء الله ربنا هيكرمك وتنجحي وقناتك هتكبر وربنا يرحمها ويسامحها يا رب. فالنهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض فطار. فطارنا النهاردة هيكون عبارة عن فطار للكيتو وكمان للأكل الصحي، بيض كده. دايما متعودين ان احنا فطارنا بيكون بيض. النهاردة الوصفة بتاعتنا هنغير خالص في شكل البيت بطريقة كده لذيذة وحلوة يحبها الأطفال ويحبها كل أفراد الأسرة. هحتاج معايا النهاردة بيضتين زي ما احنا شايفين، ممكن أزود كمية البيض حسب عدد الأفراد اللي هياكلوا من الوجبة. هحتاج معايا نص كوباية من الحليب، ممكن حليب لوز، حليب جوز الهند، ما عنديش خالص، ممكن كريمة طهي أو كريمة خفق. هحتاج معايا النهاردة بسطرمة، ممكن أحتاج فصوص رومي، ممكن روس بيف مدخن، يعني المهم اي نوع من انواع اللحوم اللي هي بتكون بالشكل دوت بتدي طعم وتست حلو قوي. خلاص هنبدا اول حاجه دلوقتي وصفتنا. يلا بينا نبدا على طاسه على النار، طاسه غير لاصقه، هنعمل البيض بطريقتنا. اول حاجه هاخد البيض وهبتدي اضربه. انا هنا مش هحاول احط ملح كتير لان البسطرمة مالحة، كمان انا لسه هضيف فيها جبنة، فالجبنة بردك هتكون مالحة شوية، فمش عايزة ازود كمية الاملاح عشان ما تبقاش كتيرة قوي. خلاص فهضيف دلوقتي بس رشة كده فلفل اسود، وهبتدي اخلط البيض مع الحليب او مع الكريمة زي ما اتفقنا، اكني بعمل اومليت عادي خالص بالشكل ده. وهبتدي على النار. يلا بينا انزل بمكعب من الزبده زي ما احنا شايفين كده، اول ما يسيح هنزل بالبيض. انا البيض انا مش عايزاه يطلع قرص ولا حاجه، انا هبتدي اقلبه عشان يستوي من كل الاجناب بالشكل ده. بسوي البيض بالشكل ده لحد ما يستوي خالص. اهم حاجة ان انا عايزاه ما يكونش فيه خالص، يعني مستوي نهائي، سوى نهائي خالص اهو بالشكل ده. هنبدأ مع بعض دلوقتي، هسيب البيض بس لحد ما يهدى شويه يبرد، هبتدي انزل عليه اي نوع من الاوراق الخضراء. انا هنزل كميه من البقدونس، ممكن شبت، ممكن عايزه تضيفي عيدان من البصل الاخضر، كزبره، اي نوع من الخضار اللي انت بتحبيه من الاوراق الخضراء اللي انت بتحبيها، بتدي طعم وبتفرق خالص في طعم البيض. وهبتدي بقى دلوقتي اجهز معايا البسطرمه، جهزت معايا كمان جبنه رومي او تركي قديمه بجيبها من قتيله، وكمان معاها جبنه موتزاريلا بتديها طعم وحلوه قوي. هنبتدي اول حاجه نحشي بقى البسطرمه، هجيب طبق واحط فيه شرايح البسطرمه بالشكل ده، واحاول ان انا اخليها جنب بعض بالشكل ده عشان لما الف تدي معايا شكل الرول. بالشكل ده
اول حاجه هضيف قليل من الجبنه، وبعدين هاخد البيض وهبتدي الف رول واضغط عليها معايا بالراحة كده عشان تقفلي عليها خالص، عشان انا مش عايزة البيض يبان بالشكل ده. زي ما احنا شايفين كده، نعمل مع بعض واحدة تانية. ببتدي كده ارصص البسطرمة بالشكل ده بحيث ان انا اخليها جنب بعضها اهي كده. اخد كمية من الجبنة بعدين البيض وابتدي الف الرول واضغط عشان اقفل عليها خالص. بالشكل ده بالشكل ده، ونعملها بقى في طاسة زي ما هنشوف كده. ادي اول واحدة، تيجي اجيب طاسة وفي نفس الطاسة اللي عملنا فيها البيض هبتدي احطها على النار تتحمر كده من الاجناب بقطعة زبدة بسيطة جدا، ونشوف شكلها مع بعض. زي ما احنا شايفين كده بتتحمر من الجنب، وابتدي بالراحة خالص نقلبها مع بعض على الناحية الثانية. تبقى كده شبه الكوردون بلو بطريقة حلوة قوي قوي، وطعمها بيبقى جميل قوي. هقلبها بس بالراحة تتحمر من الجنب الثاني بالشكل ده، من كل جنب كده بتبتدي تتحمر تحميرة خفيفة عشان البسطرمة تستوي والجبنة كمان معايا تسيح. زي ما احنا شايفين وصفتنا النهاردة كوصفة فطار او غدا او عشاء، وصفة لذيذة جدا وقيمتها الغذائية عالية. هنقطعها مع بعض، عايزة اوريكم شكلها هتبقى حلوة قوي. زي ما انتم شايفين الوصفة حلوة قوي قوي، تتاكل تحفة ومغذية وطعمها لذيذ. اتمنى النهاردة وصفتنا النهاردة تكون عجبتكم. لو عجبتكم الوصفة اتمنى تشرفوني في القناة وتشتركوا وتفعلوا الجرس على اول او كل ولايك، واشوفكم بالف خير وسعادة، ربنا يخليكم ليا يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.